السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. جايلكم النهاردة من طنان بقى من قلب الولاش. النهاردة موجودين فين؟ عند أطفال مكة. كل ما يخص الغرف الجديدة يا جماعة هتلاقوها هناك، تشكيلة جامدة جدا. كل أسبوع بينزل له شغل جديد، شغل بقى البوية وشغل الأفريقي وشغل البندق الجديد اللي لسه نازل السنة دي. يعني بيعملوا أبديت للغرف أول بأول. كل ما هتروحوا هتلاقوا تشكيل حلو جدا. وعايزة أقول لكم على عرض ممكن يستفاد بيه ناس كتير، عرض التقسيط يا جماعة. أطفال مكة بيوفر لكم تقسيط بدون فوائد على فيزة المشتريات، وكمان لأصحاب المعاشات والوظائف الحكومية. وتقدروا تستفسروا كمان من رقم اللي على الشاشة بخصوص التقسيط يا جماعة. كل أشكال الغرف اللي تتخيلوها هتلاقوها موجودة هناك، كلها موديلات 2024. وحابة كمان اقول لكم انه متاح تنفيذ اي موديل انتوا حابينه باللون اللي انتوا عايزينه. يعني لو عجبكم غرفة وحابين تغيروا لونها تمام، شغالة معاكم. وعندهم كمان الشغل الافريقي يا جماعة، والشغل البوية، والشغل الجديد البندقي، شغل كتير جدا جدا موجود عند اطفال مكة. واللي بيتميز بيه كمان اطفال مكة الشغل بتاعهم يا جماعة بالضمان وخدمة ما بعد البيع كمان، محدش بيعملها خالص في طنان، لان هو بيبقى واثق من نوع الخشب بتاعه ومن الاشكال. الغرف عنده ما شاء الله اللهم بارك تشكيل روعه. يعني لو ما عجبكيش غرفه هيعجبك التانيه اكيد. التشكيل هناك بيتجدد زي ما قلت لكم على طول. الشغل ده كله عموله يا جماعه، وتقدروا تاخدوا معاكم كمان نجار، وعنده شحن كمان للمحافظات. قبل ما اخلص الفيديو بقى انزلوا في التعليقات كده وحدوا الله وصلوا على النبي ولايك حلو للفيديو ده، ويلا بينا نبدا الجوله بتاعتنا على بركه الله. ازيك يا احمد؟ ازيك يا امك؟ كل ما اجي لك اقول لك ايه العظمه دي، يعني ما شاء الله اللهم بارك. كل ما اجي الاقي موديلات ملهاش علاقه باللي فات خالص. الحمد لله. هنبدا مع بعض بالاوضه القمر دي. بص بص الجمال دي، اتنين ظرفه يا جماعه، شكلها شيك قوي. اتنين ظرفه بنفس حجم الثلاثه، بنفس حجم الثلاثه، بنفس الحجم. تمام، حلو قوي. هنا دي متقسم ارفف تقسيمه، دي رفين وشماعه، بس عريضه وحلو قوي. تسلم ايدك ما شاء الله عليها، يعني كحجم تشيل معاك كتير ما شاء الله اللهم بارك. حلو قوي، تسلم ايدك. طبعا بقى الشغل بتاعنا كله سي مربع زي ما حضرتك عارفه. تمام، خلاص بقى ايه، مش هنتكلم في اخشاب تاني، احنا بنتكلم في موديلات. والتشطيب بتاعنا بامر الله كله دوكو فورن. ده دوكو فورن يعني يتغسل؟ كله دوكو فورن، والستانلس يعني ده ما يعورش ولا اي حاجه يا جماعه. اي حاجه، بص اللمعه اصلا اللي في البويه تحفه. تمام تمام. ده الناحيه دي هتلاقي التقسيمه مختلفه شويه. بص بص بص، لا الرف قد ايه، والرفوف كبيره مختلفه قوي. اوضه ما شاء الله عليها. بص دراج من هنا برده ورف تحت حلو قوي دي، وما شاء الله عليها. تمام، كبيره جدا. ده كده بالنسبه للدولاب. تمام، الدهان بتاعنا طبعا ابيض. تمام تمام. وده ازاز فوميه، ده فوميه يا جماعه. وفي ليد حلو قوي، وفي ليد كمان. وفي ليد من الداخل. تسلم ايدك. تمام، ده كده بالنسبه للدولاب. للدولاب بتاعتها ايه؟ تسريحه برده فيها اضاءه. لا التسريحه مش فيها اضاءه، مفيش اضاءه. لا التسريحه مش فيها اضاءه. تمام، بص حلو قوي برده تقسيمتها حلوه. الدرج طبعا زي ما حضرتك شايفه كلها على ميجر وكلها زان. تمام تمام. وهنا ده برده درج كبير، ده درج كبير برده حلو قوي. تسلم ايديك. تمام، طبعا بقى التسريحه زي ما انت شايفها كلها شكل واحد، كلها واخده برده من شكل الدولاب كده زي ما انتم شايفين. برده اللهم صل على النبي، الكومودينات مع لا الكومودينو بيكمل شكل السرير، بيكملوا شكل مع بعض حلو قوي قوي. ده البانكيتش يا جماعه، ده برده بتجمع شكل مع السرير. بتكمل. بصوا هي باينه اكتر هنا، ده ما ينضم عليها فتكمل معاكم شكل كده حلوه جدا. وطبعا القماش بتاعنا قماش سيزر، سيزر اللي هو ده، غير اي الوان، اي الوان بامر الله. يعني تمام، العميل عايزه بامر الله ننفذه. حلو قوي. لو الاوضه كلها عايزين تغير لونها هتتغير. اي اوضه عايزين، انت عايز تعمل الاوضه دي شامبيه برضه بامر الله متاح معاك. تمام، يعني بامر الله اي حاجه. وطبعا ده ايه، بنكيت، البنكيت بتاعها. ده بنكيت السحاره حلو جدا. تمام، وده الكونتينر بتاعها برضه واخد نفس الشكل. طبعا ده كل ده زان ونفس ادراج التسريحه، كله من قلب بعضه يا جماعه. وطبعا بقى زي ما حضرتك شايفه كل ده زان. تمام، بامر الله حاجه محترمه برده. الدرج برده بتاعه على ميجر اهو. تسلم ايديك. يعني حاجه ما شاء الله عليها. بص يعني الاوضه دي حلوه جدا يا جماعه، والازاز الفاميه مع الابيض مدي شكل تحفه. منطق الاوضه قوي. تمام، كام معانا دي؟ الاوضه دي من داخل العرض معرض اطفال مكه المفروض ب 32000 جنيه للمتابعين. للمتابعين 27000. دي ب 27000. 27000. بصوا يا جماعه تعالى لنا كده بقى. طبعا الشغل كله سير مربع وكله خشب. حلو قوي. كله على فكره لو بصيت على الدولاب مش هتلاقي مربوط فيه اصلا. مفيش مسمار يا جماعه، مش اللي هو مسمار واحد اللي مربوط هنا وخلاص عشان لو الدولاب اتزق من مكان. تمام، انما تحت مفيش اي مسامير. في الجنب هنا فوق مفيش مسامير. تمام، حلو قوي وشكلها تحفه. قلنا 27 يا احمد. 27000 جنيه لمتابعين حضرتك. طب تعالى لنا كده اما ياخدوا سكرينات بقى. بصوا الجمال يا جماعه، اجدد حاجه، وهنقول لهم برده على دلوقتي على التقسيط. ان شاء الله الاوضه دي معانا النهارده ب 27000 جنيه. الدولاب بتاعها عظمه، وادي التسريحه يا جماعه معاها الاثنين كومودينو بيكملوا شكل السرير، وكمان البنكيت للي حابب يكمل معانا شكل السرير. ما قلناش على التقسيط.
عندنا تقسيط بامر اللي على فيزه المشتريات، وعندنا تقسيط لاصحاب المعاشات وللموظفين، ده بيبقى بمفردات مرتب وصوره بطاقه. تمام. وعندنا شحن محافظات، انا بحب اجيب لكم بس التفاصيل كلها. شغالين طول ايام الاسبوع؟ ما عندناش اجازات خالص. من كام لكام؟ من 10 الصبح ل 10 بالليل. من 10 ل 10. تمام، عشان الناس اللي كانت بتسالني في اجازات ولا لا. تمام. ايه الجمال اللي ورا ده؟ ده برضه موديل زي ده كده. بصوا الجمال تحفه والله العظيم، حلو قوي قوي. دي الكوموديينات بتاعته بال تمام. بصوا الجمال حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين، واخده برده قميص ثلاثة ظرفة. تمام. هي نفس يا جماعه حجم الاثنين ظرفة، نفس الحجم. تمام. ظرفة وثلاث ظرفة ولو اربعة ظرفة بيبقى كلها حجم واحد برده. لو الاربعة ظرفة تبقى حجم. تمام. دي ثلاثة ظرفة زي ما انتم شايفين، متقسمة رفين وشماعة. تمام، حلو قوي. ارفف حلو قوي، معاها برده الكرسي بتاع التسريحة. اي اوضة عامة معاها الكرسي والشماعة بتوعها. تمام. بس ما بيبقاش معاها مولة يا جماعة، عشان بس ما حدش يخترط على الأرض. الشغل بدون مولة. الشغل بدون مولة. حلو قوي. ما حدش يفكرك بالشغل بمولة ويزعل مننا. بصوا كده معانا. وهنا ده رف وشماعة. رف وشماعة للحاجات الطويلة، الفساتين والرواب والحاجات دي. بإذن الله. تمام، حلو قوي. انا عايز اقول لكم اصلا بصوا ال كل ده خشب قد ايه، يعني سمك ما شاء الله عليه. شغل ما شاء الله عليه قوي قوي. والاكسسوارات تحفة يا جماعة، الشغل اللي فيها حلو قوي. السرير بتاعها ممكن. بصوا السرير برضو. ده السرير والبنكيت. حلو جدا. ده السرير بالبنكيت مع الاثنين كوميدينو لما بتحطوا جنب بعض بيكملوا شكل برضه يا جماعه. زي الدولاب بالظبط، زي الدولاب بامر الله. لاني بصوا هنا برضه الكوموجينات واخده نفس التضليعه الفوميه بتاعت ال تمام حلو جدا جدا. زق لنا الكرسي ده بعد اذنك كده يا احمد. بصوا عايز اقول لكم بس التسريحه بتاعتها حلو قوي. دي كلها دراج، دراج على ميجر. تمام. ودي ضرفه، لا جديده ضرفه فوق والادراج تحت. تمام. على طول احنا بناخد على ان الضرفه تحت والادراج فوق. ده برضه دراجه كبيره. ودي دراج كبيره برضه، حلوه قوي. تاخد حاجات حاجه ما شاء الله عليها يعني. تحفه دي، تسلم ايديك. التسريحه بتاعتها شيك جدا. التسريحه بتاعتها جميله جدا. حلو قوي. الموديل كله عامه لما يتفرش لما بتتجمع مع بعض يا جماعه بالفرش بتبقى شكل تاني. تمام. دي برضه 27 يا ام مكة. دي برضو النهارده يا جماعه انا عايزه بس اوريها لكم كلها. الغرفه دي النهارده ب 27000 جنيه. ده الدولاب بتاعها عشان الناس ما تقارنش. لو عايز اوضه ب 20000 جنيه موجوده عندنا. موجود. لو عايزين ب 20 موجود. كل حاجه موجوده بامر الله. تمام. عايز اقل برضو موجود باذن الله. في اقل من 20 كمان بس كل عايزه اقول كل حاجه على قد سعرها. كل حاجه زي ما بنقول ما بنقولش وحشه بس كل حاجه على قد سعرها. مش هتلاقي الكواليتي بتاع ام 27 نفسها ام 20. ايوه ولا التشطيب ولا الديكورات ولا الحاجات اللي فيها. الشغل اكيد طالما بيقل سعر يبقى اكيد بيقل خامل. تمام، تسلم ايديك. عايز اقول دي معانا النهارده على 27000 جنيه. ده الدولاب بتاعي يا جماعه. وادي برده السرير بالبنكيت زي ما انتم شايفين. معانا التسريحه بتاعتها شكلها تحفه حلو قوي. والكوموجينات دي كمان بتنور واخده من نفس شكل الدولاب. ده اختصار الاوضه كلها. هنيجي معاكم برده كده. انا عايز اقول لك البنيات نازله باشكال تحفه. انا هوريك النهارده تشكيله نار بامر الله. والله البنيات حلوه قوي يا جماعه. اللون الخشبي ده حلو جدا. انت قلت لي بندقي. عشان بس ده مختلف. لا والبص الاكسسوارات بيجيبوها تبع لون الاوضه برضه، يعني مش اي حاجه يعني. بص كده التقسيمه من جوه. دي رف وشماعه. ده رف وشماعه. كل ده مش اشوط زان. ده كله اشوطه زان. تمام. سي مربع يعني اوضه خشب خشب. تسلم ايديك. حلو قوي. عايزين نقول لهم الام دي اف ده ايه؟ ده بيبقى كرتون مضغوط. كرتون مضغوط ببرادة حديد. ببرادة حديد. يعني لو فكته من مسمار من مكانه مش هتعرفوا تربطوه تاني. طبعا عمره ما يديك الورق بتاع الخشب. بتاع الخشب. تمام. المسمار يتربط فيه مره ولو اتفك ما يتربطش تاني. تمام فعلا. خلاص كده. تمام. تسلم ايديك. دي كده دي الدرفه الوسطانيه برده معموله ازاز. دي ازاز صميم. من جوه زي ما انتم مكتبه كده يا جماعه حلوه قوي زي الدريسنج كده يا جماعه. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كل ده متقشر ازاي. جدا جدا. تسلم ايديك. الشغل ما شاء الله عليه. حلو قوي. بصي مش مستحمله اصلا تمسكوها يعني يا جماعه. حلوه جدا دي. تمام. هنا الناحيه الثانيه رفين وشماعه. دول رفين وشماعه برضه. حلو قوي. رفين وشماعه. تسلم ايدك. لا وبصوا من فوق اصلا عامل ازاي يا جماعه. انت بتصنع اوضه ما شاء الله عليها تحفه. والشماعه بتاعتها حكايه. الشماعه بتاعتها برضه مشماعه. حلو قوي. حاجه محترمه. شماعه زي المفروض حاجه محترمه. تمام. بصوا كده معانا. ده برضه البنكيت والاثنين كوميديين طبعا. ده البنكيت وال تمام. ده بيبقى زي ده كده. زي الناحية التانية ده كده. والأوضة دي كان معانا النهاردة يا أحمد. بص يا أم مكة الأوضة دي عشان خاطر حضرتك المفروض بتتباع ب 36000 جنيه. المفروض. إنما المتابعين. أنا هحسبها ب 28 لحضرتك. ب 28 بدل 36. بدل 36 ده إيه الجمال ده؟ يعني النهاردة عملنا 8000 جنيه خاص. عشان خاطر حضرتك بإذن الله. 8000 جنيه خصم يا أحمد. بيتباع بره بقى بأكتر من كده كمان. تمام حلو قوي قوي. وطبعًا بقى الأدراج كلها زي ما أنت شايفة كده هوريك حاجة. هي درجين مش درج. ده درجين. بص يا أم مكة الدرج زين ومتكعب. مكعب أهو. حلو ده سي مربع خشب. تمام تمام. حتى وش الدرج مش ام دي اف.
ده على وش الدرج مكبوس على سي مربع برضو. حلو. وهنا البند دي زايد. تسلم ايديك. تمام. الشغل كله ما شاء الله اللهم بارك. مبطن من جوه زي ما انت شايف. بصوا تبطين يا جماعه قصيفه من جوه كمان مش حارمينكم من حاجه. قلنا ال 28 يا احمد. 28 باور. بصوا يا جماعه دي اوضه اللي هي تعتبر اغلبها زان. دي الاوضه دي عليها خصم 8000 جنيه. دولاب 3 درفه وادي السرير. كل ده زان اهو. تمام كل ده زان. كل ده زان بقى. الاشواطه دي كلها زان. باذن الله من التشكيل من الشغل ده هوريك تشكيل. يعني النهارده هناخد على دي 8000 جنيه خصم زي ما انتم شايفين. ودي برضه التسريح بتاعتها. والتسريح حلو قوي يعني انا واقفه وراها تحفه. اربع درج. بصوا الادراج بتاعتها دول ثلاثه وده درج الواحد. وجديده برضه. لا مساحه وتاخد حاجات كتير ما شاء الله. تمام حلو قوي دي تسلم ايديك. وفي درج لوحده هنا كمان وارفف يعني شكلها شيك قوي بجد ما شاء الله عليك. تسلم ايديك. هنكمل مع بعض ايه تاني. طول ما انتم ماشيين كده بصوا اشكال كتير. ان الغرفه دي معاها دولاب فضيه. دي معاها دولاب فضيه كمان. تمام حلو قوي. الشماعه والدولاب الفضيه معاها. عملت بس على اللون البندقي ده جميل جدا. ده درجة افتح شوية من اللي جوه. يعني جوه تحسوه شوية مدي الافريقي. مدي ده ارو طبيعي. ده ارو طبيعي، التاني مدي افريقي شوية، صح كده؟ طبيعي. ده ارو طبيعي بامر الله. حلو قوي ده برضه. شايفة كده اهو التشطيب والخامة. بصوا الجمال، بصوا الجمال، حلو قوي. بص كده من جوه. من جوه برضه حاجة محترمة. كل ده متقشوط زان ومدور. حاجة خدوها معاها الضمان بامر حاجة الله يعني. النهاردة أطفال مكة بيبيعوا لكم الشغل بالضمان. بالضمان بإذن الله. والله بجد. بصوا في النص يا جماعة. برضه تقسيمه مكتبه اللي هي الدريسنج كده حلو قوي برضه. وبعدين احنا عندنا كلمه ما بعد البيع ممكن. يعني احنا لو في اي حاجه حتى لو من العميل احنا ما عندناش اي مشكله. تمام تيجي لنا وتتعمل مفيش فيها اي مشكله بامر الله يعني. تمام عندنا خدمه. تمام. ما بعد البيع وعندنا ضمان كمان ان شاء الله. تمام تسلم ايدك. تمام وهنا متقسمه رفين كبار وشماعه تحتيه وشماعه صغيره. تمام حلوه قوي برضه دي. اللي وراك ده ايه؟ ده بنكت. ازاي؟ هو معمول منه بنكت ومنه زي يعني يبقى اللي قاعد هنا كده. لا انا بقول له ازاي ليه؟ لاني اول مره اشوف حاجه في النص كده. ويبقى معاك ترابيزه. يعني ده بنكت بترابيزه بادراج بكل حاجه. ده تحفه. ده جميل جدا باذن الله. وعايز اقول لك لو اتحط في ريسبشن مع حاجه شغال مش هيقول لا قوي يبقى شكله شيك قوي. والله بجد. في اربع ادراج. في ادراج كمان اهو يا جماعه. ده ادراج. ايه الجمال ده؟ يعني كل ده. شفتوا البنكتات الجديده يا جماعه؟ شغل كده تحفه. وده السرير حلو قوي برضه. واخد برضه نفس الشكل. وعايز اقول لكم دي الخامه دي قماشه تشوفوها من بعيد تحسها اللي هي الريش اللي هو الفرو ده. انما لا ده جلد مقلوب. ده جلد مقلوب برضه. بس قماشه لسه جديده. تسلم ايديك. تمام. الكومودينات بتاعتها برضه اوريها لك. بصوا الكومودين بمرايه برضه. بمرايه تمام. حلو قوي. والمرايه مزجزجه برضه يا جماعه واخده شغل حلو قوي. بصوا مرايه فامي تحفه. بدرجين برضه الكومودين. الكومودين بدرجين والتسريحه بتاعتها هي اربع. ودي التسريحه. انا عايز اقول استغلال مساحات للادراج في الاوضه دي قوي. حتى هتلاقي حلو قوي. السرير بتاعها مختلف يعني الاوضه كلها مختلفه. كلها مختلفه بامر الله يعني. بس شكلها شيك. ودي النهارده كان معانا برضه. دي 28 برضه. دي برضه ب 28000 جنيه. بصوا الجديد بقى عند اطفال مكه دي النهارده ب 28000 جنيه. ادي الدولاب بتاعها. ادي تسريحتها والشغل كله في البنكتش يا جماعه بنكت بترابيزه. وادي السرير بتاعها واثنين كومودينو زي كده ومعاها الشماعه وكرسي التسريح. باذن الله. تمام دي الجوهره. طبعا الحمد لله 40 مبلغ. دي الجوهره. ما بتقعدش. دي المره اللي فاتت كان في واحده منها اليمه الثانيه. في واحده اليمه دي احنا عملنا حتى البنكيت بتاعها هتلاقيه مختلف عن بتاع المره اللي فاتت. تمام حلو قوي. دي تحفه الجوهره دي. ده ازاز برضه لو حضرتك عايزين تشغلوه كازاز. دريسنج يبقى شفاف برضه ما عندناش اي مانع. يتعمل لكم دريسنج. هو دلوقتي معمول فوميه. يبقى معمول فوميه ما يبينش اي حاجه من جوه. تمام يعني هو اصلا درفه ازاز ما فيش وراه خشب. ده ازاز يا جماعه. حلو قوي ده برضه جديد قوي معايا. بامر الله حتى التقسيمه من جوه هتلاقي مختلفه. التقسيمه. اللي احنا عرضناها المره اللي فاتت كانت نفس التقسيمه من جوه بس احنا غيرنا في شكل البنكيت. انا عايز اقول بس ان كده في درفه فوق والشماعه في النص ودرفه تحت. باذن الله. مختلفه خالص على ان الشماعه تبقى كلها تحت. باذن الله. تمام. وبرده متقسمه من الوسط تقسيمتها. تقسيمه اهي. دي بصوا اربع ادراج. خلي بالكم يا جماعه في درجين هنشوفهم لما نفتح. ودي تقسيمتها حلو قوي قوي. لا والادراج واخده فامي برده من نفس الشكل. بصوا تحفه يا جماعه مبطنه يعني. بصوا مهتمين بكل التفاصيل. حلو قوي. تسلم ايديك. والنص فامي. والناحيه الثانيه درجين كمان وتقسيمه برده مكتبه زي ما انتم شايفين. ودي معاك التقسيمه هنا برده نفس التقسيمه الناحيه الثانيه. نفس اليمه الثانيه برده رف وشماعه ورف تحت. ده ما شاء الله عليها يعني. تقسيمتها مختلفه برده شكلها مختلف. هوريك البنكيت ان البنكيت بتاعها معمول مختلف. تمام. تسريحتها ايه؟ ودي التسريحه بتاعتها. دي درفه طبعا ودول ادراج. تمام دي درفه اهي زي ما انتم شايفين ودول علبتين يعتبروا تخزين ودول ثلاث ادراج برده زي ما انتم شايفين. باذن الله. حلوين قوي. والتسريحه متقسمه نصين. بصي على السرير والبنكيت بتوعه.
بصوا كده السرير والبنكت، عصروا لنا بس عشان المساحه. البنكت بتاع محمود دي ضرفه هو عالي كده؟ لا في شغل جديد في البنكت بتاعت اليومين دول. ان شاء الله يعني شفنا معانا ترابيزه. الشغل هتلاقيه مختلف دلوقتي، لقينا البنكت فوق اصلا وسحاره برضو صح؟ سحاره ودرج سحاره ودرج من تحت كمان. البنكت مختلف خالص. السرير بتاعها وده السرير كده في ليد تمام حلو قوي، وبرده كوموجينو وجوهره برده. بتجمع شكل مع السرير. تمام، ودي كان معانا النهارده. بص يا مامتي الغرفه دي اتعملت 30,000 جنيه بعد الخصم. 30 بعد الخصم. بعد الخصم. يعني الغرفه دي بصوا يا جماعه، ده السرير وده الكوموجينو وده البنكيت كده بدوار، ودي برده الدولاب بتاعها زي ما انتم شايفين، كل ده النهارده معانا على 30,000 جنيه. وكرسي وشماعه بتوعها. وكرسي وشماعه، وادي التسريحه كمان شكلها حلو قوي، تسلم ايديك. في تاني معانا يا احمد. بص ده دريسنج. ده دريسنج جديد برده. انا عايز اقول لكم في شغل جاي كتير تحت يا جماعه، موديلات تانية لسه هتتفرش، فانا بحاول بس اجيب لكم الشغل اللي هو المفروش دلوقتي. تمام، بص الاوضه دي برده هو دي اضاءه بس الفيشه مش متوصله، ده اللي هي السنسور. دي سنسور. لما الضرفه بتفتح الضرفه بتقيل. تمام، بس الفيشه مش واصله يا جماعه. الفيشه مش واصله. تمام حلو قوي. انا عايز اقول بس سمك الضرفه قد ايه يا احمد؟ رفين. سمك الضرفه يا جماعه حاجه محترمه. هنا رفين وشماعه ممكة. دي رفين برده وشماعه. تمام. طبعا في النص بس متقسمه دريسنج زي ما ورينا حضرتك. تمام. بصوا هنا برده. دي خزنه دراج. دي خزنه تحت زي ما انتم شايفين. ورف فوق والشماعه. تمام. حلو قوي الاوضه دي برده. تمام تسريحه. معانا دي سرير اهوت. ده سرير. مختلف كده. بصوا السرير بتاعها بالبنكيت برده بالكوموجينو. والكوموجينو بيكمل شكله ولا؟ الكوموجينو لا الكوموجينو دي براويز. ممكن بقى هنا لو انت عايز تركب فيها هنا ابليج. تمام. ده كله برده متاح بامر الله. حلو قوي قوي. تمام تسلم ايدك. ده والاثنين كوموجينو زي ما حضرتك. والاثنين كوموجينو والبنكيت. واخدين برده من نفس التكعيبه بتاعت ال والرجل بتاعتهم معدن. الرجل معدن، انا عايزه اقربها لكم بس. الرجل اهي يا جماعه معدن، وده الكوموجينو اهو برده. حلو قوي قوي. حاجه ما شاء الله عليها. والمقابض يعني. واخده من مقابض الدولاب وكل حاجه. والتسريحه بتاعتها يا ماما. بصوا التسريحه برده. اهي برده نفس الشكل بتاع الفريم بتاع الضرفه الوسطانيه. اللي هو ده. هو الفريم اللي هو اللون ده يا جماعه. بصوا نفس الفريم اهو. تسلم ايدك حلو قوي. وواخده اربع ادراج ودرج لوحده فوق كده، الاكسسوارات ومكياج والحاجات دي. تمام تمام. الادراج اهي. بس كلهم بطل. زي ما انت شايف كلهم بطل. حاجه ما شاء الله عليها يعني. الشغل ما شاء الله عليه. تسلم ايديك. ودي كان معانا النهارده. بص يا ممكن الغرفه دي بعد الخصم 29,000. دي النهارده هتبقى ب 29,000 بعد الخصم يا جماعه. الاوضه دي ده الدولاب بتاعها، وادي السرير زي ما انتم شايفين بالبنكيت والاثنين كوموجينو، ومعانا كمان التسريحه دي. تمام تسلم ايديك. بصوا هنيجي نكمل معاكم الموديل ده برده. الموديل ده لسه جديد اول مره. ده جديد برده. اول مره نصوره برده يا جماعه. ان شاء الله يتصور. حلو قوي ده برده. تمام. ده مقبل ستانلس اهو زي ما انت شايفه. اوكي. الاوضه كلها بقى ان شاء الله هيبقى متطعمه بنفس الشغل ده. متطعمه بالستانلس ده. لا وحاجه محترمه يعني. حاجه محترمه جدا. سمكها حلو مش خفيفه. الضرفه ديت هنا دي متقسمه رفين وشماعه. تمام رفين وشماعه. تسلم ايدك. تمام. شماعتها المتغطيه دي يا جماعه. هنا متقسمه من نص مكتبه اهي. بصوا تقسيمتها من هنا برده مكتبه. حلو قوي. تمام تمام. بصوا هنا برده. وهنا الناحيه الثانيه برده. طفى مي برده. شماعه. رف وشماعه. حلو قوي دي برده. تمام. السرير بتاعها مختلف والبنكيت وعفشتها كلها مختلفه يعني. لا كله مختلف يعني. الحته الاستانلس شايفاها هنا في الرجول بتاعت الكوموجينات، شايفاها في البنكيت. في السرير بتاعها برده المقبض، منه مقبض ومنه مش مع الرجل. أوكي. بس كده. يعني هو بيكمل شكل الرجل. بيكمل شكل بس الرجل. هو اصلا مقبض بيتفتح منه الدور. تمام. برضو واخد نفس الشغل. حلو قوي قوي. تمام. وبعدين السرير فيه اضاءه من جنب من هنا. في اضاءه ليد برده لو باينه. باينه معانا اهي يا جماعه، دي اضاءه ليد كده. تمام. حلو قوي. الكومودينات برده الشغل كله لسه يا جماعه ما حدش اتفرج عليه. لسه الامر ده كله. وعايز اقول في شغل كتير والله العظيم تحت لسه ما اتفرشش يعني. احنا بس بنجيب لكم وده برده المقابض مكمله شكل ال يعني المقبض منه صح. فيه للدرج. بس هنوريها لكم برده. هوريها لكم كله بامر الله. انا عايزه بس اوريكم ده مقبض زي ما انتم شايفين وبيكمل معانا شكل الرجل تحت. حلو قوي ده. ده الكومودينو اهو. ازاز فاميه برده. بصوا افتح لنا الدرج كده يا احمد. ده الدرج اهو. بصوا ده تشوفوه تقولوا هي الرجل بس لا ده هو مكمل معانا الشكل. بصوا كده اهي. ولو قفلتوه تمام اقفلوا لنا يا احمد. بصوا مكمل معانا شكل الرجل من تحت. تسلم ايدك. حلو قوي الاوضه دي وجديده. والبنكيت بتاعها ده ادراج مش دي ادراج. يعني دي تحسها ان هي مقفوله ومكمله رجل. لا ده درج معانا بيكمل شكل الاستانلس. طبعا الشماعه بتاعتها برده مختلفه اهي. شايفاها مربعه كده اهي. الشماعه مختلفه. اوكي حلو قوي. حاجه جميله جدا يعني. تمام تمام. تسلم ايدك. التسريحه برده بتاعتها جميله جدا. هي التسريحه يا ام مكه.
دي تحت حته كلها على بعضها كده. بص بص بص، تحس بقى ان هي حاجه مودرن خالص، حاجه جميله، حاجه تحفه تحفه. هي متجل افريقي شويه على مودرن شويه، يعني مش حلوه جدا جدا والله، تحفه. لا وهنا الرف ده طاير كده من هنا، تمام، شكله حلو قوي زي ما شايفه بقى. دول دراج ودي دراج برده، تمام. بصوا بيكمل معانا شكل الرجل كده كانها ايه، تكمله للرجل باذن الله. دي كان معانا الاوضه دي، الغرفه اللي هي عامله 31.5. بصوا الدرج بتاعها حلو قوي، تحفه. دي جديده قوي يا جماعه، دي بعد الخصم 31.5. دي بعد الخصم هتبقى ب 31.5 يا جماعه. ده الدولاب، ودي التسريحه بتاعتها شكلها مختلف خالص، ومعاها كمان السرير والبنكيت زي ما انتم شايفين بالرجول بتاعتها. تسلم ايديك، تمام. في ايه تاني معانا؟ بص اللي ولا اربعه ضفه، ده الموديل ده شغال معانا حلو قوي، تكرار على طول. ده بيتكرر على طول يا جماعه، ما اقدرش امنعه لان حلو قوي وشغال معايا حلو، تمام. هو شكله مودرن وحلو جدا برضو. ايه صوريه ام مكه اهو زي ما انت شايف هنا، ده دي درفه زي ما انت شايفين، رفين وشماعه، تمام. في النص دي هنا متقسمه، بصوا دي تقسيمه درفتين بيتفتحوا في النص كده لمكتبه ودريسنج بدرجين برضو، درجين من تحت، حلو قوي قوي. تقسيمتها تحفه، كل ده متقشرط زي، تسلم ايدك، حاجه ما شاء الله عليها. يعني المقبض ده زين، يعني حاجة ممتازة جدا، حلوة قوي. الناحية التانية ايه؟ بصوا الناحية التانية برضو يا جماعة، رف وشماعة، تمام. سيبها لنا خليك، تمام. دي رف وشماعة زي ما انتم شايفين، وعايز اقول لكم تسريحتها حلوة قوي. لا هي اوضة كلها ما شاء الله والله العظيم بجد، يعني تحفة. دي ليها اربع درفة، وده السرير في ليد زي التسريحة كده، في ليد زي التسريحة ما انتم شايفينها كده، ده بيبقى فيه ليد اهو. والبنكيت برضو واخد اللي هي القماشة الريشة دي، القماشة اللي هي بس جلد، تمام، جلد مقلوب، تمام. بصوا التسريحة دي درفه، دي درفه بتتفتح يا جماعه، درفه بتتفتح، حلو قوي، تسلم ايدك، تمام. ودول كل دول ادراج، وتحت في درجين كمان، درج كبير، تمام. هو مقفول، لا هو الشغله منه لسه جايه من مكان بقى ايه، طبعا احنا هنا بقى بنشيك عليه وكده، تمام، حلو قوي قوي، تسلم ايدك. وطبعا تحت ده درج برضه اهو، لا والتسريحه حلاوتها بتجيب الطول كله يا جماعه، يعني مش هتجيب النص بس، لا انتوا شوفوها زي المرايات اللي بتيجي تتحط تجيب اللبس كله زي ما انتم شايفين، فهي التسريحه ما شاء الله عليها. كم معانا الاوضه دي؟ بص يا اما كان غرفه ديت احنا كنا عرضنا قبل كده منها ب 25000 جنيه، تمام. لو تفتكرها كانت شروازيه، ديت عشان خاطر عاليه شويه فسعرها بيختلف، ديت 29000، دي ب 29000، 29000 بس حاجه ممتازه جدا ومعاها ضمان، تمام. يعني الاوضه دي يا جماعه اربعه درفه، ودي التسريحه بتاعتها زي ما انتم شايفين، ومعاها السرير والبنكيت والاثنين كومودين والشماعه ب 29000 جنيه، تمام. نكمل مع بعض بقى، ولو لسه مكملين ننزلوا في التعليقات، وحدوا الله وصلوا على النبي، ولايك حلو كده يكلل مجهودنا اللي بنعمله لكم ده. بصوا الجمال اللي زي ده برضه لون بندوري حلو قوي قوي، ولونها تحفه جميله باذن الله والله العظيم، حلو قوي يا جماعه. دي ثلاثه درفه، دي ثلاثه درفه، بصوا كده معايا شايفه، دول رفين وشماعه، تمام، حلو قوي. واللي في النص فاميه، اللي في النص فاميه، وبعدين معكوسه الدرفه ودريسنج جوه ومن جوه، اوكي، دريسنج كده حلو قوي، تسلم ايديك، تمام. وهنا دي الدرفه اللي في الحرف، رف وشماعه، رف وشماعه، حلو جدا دي برضه، تمام. حلو قوي بتاعتها ايه، تحفه يا جماعه، وتسريحتها جديده جديده قوي من هنا، يعني بصوا لضيق المساحه بس مش عارفه اجيبها لكم كلها. هنا واخده يعتبر درجين فوق، درجين فوق وثلاثه، ودرج في النص، وهنا درجين على الحرف مكملين شكل، بصوا شكلها اصلا تحفه، ولونها اللي هو المحمر، البندقي المحمر شويه، وبرده مع السرير بتاعها والبنكيت والاثنين كومودينو، والسرير برده من نفس القماشه اللي بقول لكم الجديده دي يا جماعه. والبنكيت بتاعها عالي يا احمد، ولا انا بيتهيألي عالي؟ البنكيت بتاعها عالي، عالي، وده الكومودينو بتاعها برده، الكومودينو بتاعها اثنين كومودينو نفس الشكل. طب والاوضه دي كام معانا النهارده؟ الاوضه ديت عامله 28 يا ماما، دي هتبقى النهارده ب 28000 جنيه عموله بالضمان يا جماعه، وشحن محافظات. ودي كمان التسريحه بتاعتها زي ما انتم شايفين حلو قوي قوي، واللي ورا دي ختامها مسك، ان شاء الله، يعني ختامها نفس الجوده برضه بس جديده، سواري شكلها ونفس السعر باذن الله. جديده ليه بقى؟ عشان هنا واخده كيرفات كده، واخده الشكل اللي اسمها دي اسمها الموجه، الموجه هي كيرفات فوق بعض كده، شكلها تحفه. دي برضه 29؟ لا دي هتعمل 28 ان شاء الله، دي ب 28000 جنيه. بصوا يا جماعه ده الدولاب بتاعها، والتسريحه بتاعتها برضه مختلفه قوي، واخده من هنا دراج شكلها حلو قوي، واخده نفس الكيرف اللي هنا، ومعاها برضه السرير والبنكيت والكوموجينات كمان، تمام. تعبتك معايا يا احمد، وشكرا جدا كل العروض اللي بتعملها لنا دي. احنا النهارده موجودين فين؟ عند اطفال مكه، ركزوا في الاسم، معرض احمد شبرا يا جماعه، عشان ما حدش يختلط على الامر، في كذا مكه في المكان، ان انا اللي موجود، تمام. يعني حتى لو رحت المكان اتاكد ان اسال على احمد، حتى لو حد هيرن عليا ممكن، تمام، اي حد
من اللي في المعرض يرن عليه حتى لو انا هنا ولا هنا ولا حاجه. هو بيبقى موجود جنب المعرض برضه يعني مش هيبقى بعيد باذن الله يعني. عشان ما تختلطش عليكم الامر وتاخدوا اسعار تانية او خامات تانية وتزعلوا من المعرض ما بيبقاش يخص المعرض. لا ان شاء الله. تمام، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا دلوقتي موجودين في طنان في ارض المعارض قدام معرض اطفال مكه. ممكن نيجي من طريقين. اللي جاي من الطريق ده يا جماعه هيبقى جاي من المؤسسه، ممكن تركبوا من المؤسسه، تركبوا عربيات طنان ونوى، هتقول له عايزين ننزل ارض المعارض عند معرض اطفال مكه، او ممكن كمان تقول له عايزين ننزل عند مسجد شهداء الاقصى، المسجد اللي هو ده يا جماعه هزوم لكم برده على السلم بتاعه لاني ما لقيتش اي يافطه مكتوب عليه اسم المسجد، ده السلم بتاع المسجد زي ما انتم شايفين، ده مسجد شهداء الاقصى، هتنزلوا عنده هتلاقوا في وشه على طول معرض اطفال مكه، ده لو انتم جايين بقى من المؤسسه او من المترو تنزلوا تركبوا من هناك عربيات برده طنان ونوى. لو جايين بقى من طريق مصر اسكندريه الزراعي هتيجوا من الاتجاه ده وتنزلوا مزلقان سنديون، قولوا عايزين ننزل عند مزلقان سنديون، ده بيبقى بين اليوب وقها، وتاخدوا توك توك قولوا عايزين ننزل ارض المعارض برضو عند مسجد شهداء الاقصى عند معرض اطفال مكه، تكونوا وصلتوا برضو للمعرض. ده الطريقين اللي ممكن تيجوا بيهم للمعرض. المعرض مش موجود فيه اوض نوم بس، لا موجود نوم وانترهات وسوفر وركن، موجود صالونات، موجود اوض اطفال، اسعاره بجد حلوه جدا. ويا ريت تجيبوا نجاره عشان تاكدوا كمان من جوده الاخشاب، الاخشاب عنده كويسه جدا، اغلبها كلها زان يا جماعه، ما بيشتغلش في حاجات اللي هي الشعبي، الشغل اللي عنده كله شغل عالي ولوكسيات. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.